السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله هنستكمل موضوعنا اللي إحنا كنا بدأنا فيه من كام حلقة كده، وهو الستوك بايب أند فيشنج. يعني إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن أول نوع من أنواع الستوك، وهو غالبا بنسبة كبيرة جدا بيحصل في الديبليتد زونز، ودايما بتبقى مشكلة مود انجينير بالأساس أو مشكلة طفلة. يعني مينلي الديفرنشال ستيك ده مينلي مشكلة طفلة في الأساس، فخلينا نتكلم عليها بشيء من التفصيل. طيب يعني إيه أنت مستك ديفرنشال؟ يعني إيه كلمة مستك ديفرنشال؟ زي ما أنت شايف كده بالظبط، حضرتك بتلاقي الماسورة بتاعتك ده، لو افترضنا إن ده الفورميشن وده البير بتاعك، ده الفلتر كيك بتاعك أهو، والبير بتاعك أهو، وهنا الماسورة، بتلاقي الماسورة لازقة في ناحية واحدة من البير. لازقه فين؟ في ناحيه واحده من البير، نتيجه وجود فرق في البريشر ما بين الهيدروستاتيك بريشر والفورميشن بريشر. فبتلاقي الفرق ما بين الاثنين كبير جدا، يعني مثلا لو فوق 400 500 بي اس اي، ففي الحاله دي بتبقى قوه كبيره جدا كفيله ان هي تخلي الماسوره تلزق في الفلتر كيك اللي موجود هنا. طيب الديسكريبشن بتاعنا بقى بنقول ايه هو التوصيف بتاعه، زي ما انت شايف كده ان في اوفر بالانس اهو، بيزق السترنج بتاعنا ويخليه لازق في الفورميشن من ناحيه واحده. يبقى يعني بنقول الديفرنشال ستيكنج اوكرز بيحصل وين ا فورس هولد ذا سترنج اجينست ذا وول اوف ذا والبور، يعني لما بتبقى بتخليه يلزق في الحيطه بتاعت البير. بنقول ان امبالانس بتوين ذا هيدروستاتيك بريشر ان ذا والبور اند ذا بور بريشر اوف ذا بيرمبل فورميشن كرييتس ذا فورس. نقول الفورس دي بتيجي نتيجه ايه؟ هي بتيجي نتيجه الفرق في البريشر ما بين الهيدروستاتيك بريشر والبور بريشر، فبقى الفرق ده اسمه ديفرنشال بريشر، وبالتالي بضربه في الاريا اللي هي الكونتاكت اريا، وبالتالي يدي لك الفورس اللي انت محتاج عشان لو هتعمل فري فانت محتاجها. طيب نقول when the hydrostatic pressure is greater than the pore pressure the difference is called the overbalance. نقول the resultant force of the overbalance acting on an area of the string is the force that sticks the string. نقول القوه اللي بتخلي السترنج ده يلزق في الحيطه هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الفرق ما بين الهيدروستاتيك بريشر والبور بريشر. طيب زي ما انت شايف كده اهو، ادي عندك هنا الصورة زي ما انت شايف، ادي مثلا الدريل كولر اهو لازق، ادي عندك البي هيدروستاتيك اهي، وعندك البي فورميشن اهي، والقوة الفورس اللي موجودة اللي بتضغط ديت على ديت نتيجة وجود الفرق ما بين الاتنين، فبيخليه يلزق في من هنا. نقول لو عندك ده بنسميه المات كيك، ده الفلتر كيك يعني اللي بيبقى لازق فيه، وده الويلبور بتاعك. طيب ايه هي الاسباب بتاعه الديفرنشال ستيكنج؟ يا جماعه الديفرنشال ستيكنج لازم في اربع اسباب، والاربعه لازم يكونوا جايين مع بعض، ما ينفعش واحده فيهم ما تبقاش موجوده. ايه هي؟ اول حاجه هيدروستاتيك اوفر بالانس اكزيست، يعني لازم يكون في نسبه من الهيدروستاتيك اوفر بالانس عاليه. خلاص لو مش موجوده طب ما يبقى مش ديفرنشال بقى، يبقى نوع ثاني. خلاص يبقى اول حاجه هيدروستاتيك اوفر بالانس. طيب تاني حاجه السترنج ستيشنري، يعني حضرتك السترنج وقف يعني مفيش روتيشن. طب ده يحصل امتى يا جماعه؟ يحصل لا قدر الله لو البامب مثلا فليرت وانا وقفت شويه مثلا، فما لحقتش اطلع مثلا لحد الكيسنج شو مثلا على سبيل المثال، فيحصل هنا مشكله. طب ايه تاني؟ يحصل وانا باخد كونكشن، الكونكشن ده بياخد وقت لان ببطل البامب عشان اعمل كونكشن، يحصل وانا باخد سيرفي وهكذا، يعني خلاص امور كتيره بقى ممكن من هذا القبيل، يعني بحيث ان انت مفيش روتيشن ولا في مفيش روتيشن، يعني في الحاله ديت لا قدر الله هي اللي ممكن تحصل فيها المصيبه بتاعت الدريل سترنج يقف. طيب كمان يحصل في الدبليتد زون، يعني لازم يكون في بيرمابل زون قصادها، والبيرمابل دي تكون ديبليتد، يعني في فرق في البريشر عالي. اكتر طبقه تستك فيها ديفرنشال هي طبقات الهارد لايمستون. ليه؟ لان غالبا الهارد لايمستون ده بيبقى طبقات ديبليتد، وبالتالي حضرتك هي طبقه هاي بيرمابل، فبالتالي بتسهل جدا ان انت لو عندك فلتريت او يعني لو في مثلا موجود عندك الفلو بتاعك في الفلتر لص مش كفايه، بتلاقي الفلتريت عالي قوي، فبالتالي في سوليدز كتير قوي بتتكون عليها من بره اللي هي بيبقى الثيك فلتر كيك. يبقى حضرتك هنا لازم يكون في بيرمابل زون. لذلك يجي هنا حد يسالك سؤال، هل انا ممكن استك ديفرنشال في الشيل؟ الاجابه لا خالص، لسبب ان انا الشيل هو ام بيرمابل زون، ولكن انا دايما من شروط الديفرنشال ان انا لازم يكون بيرمابل زون معايا. يبقى السترنج بيكمز ستيشنري اجينست بيرمابل زون. ثالث حاجه هاي فلويد لوس ريزلتس ان ثيك مد كيك او ثيك فلتر كيك، وبالتالي حضرتك لازم يكون معاك ثيك فلتر كيك اللي هي غليظ يعني نتيجه وجود السوليدز، فبيبقى معاك طبقه غليظه
او طبقه ثيك يعني، وبالتالي حضرتك السترنج بتاعك هو بيلزق فيها. يبقى انا لازم على الاقل محتاج اربع حاجات مع بعض زي ما قلنا، لازم يكون في اوفر بالانس عالي، ولازم يكون معاك ديبليتد زون او بيرمابل زون، بيرمابل ديبليتد زون، لازم يكون السترنج ستيشنري، ولازم يكون معاك ثيك فلتر كيك. لازم الاربعه والاربعه يكونوا مع بعض عشان يتحقق معاك الديفرنشال استيكنج. طيب زي ما انت شايف اهوت بنقول اهوت في نقطه بقى الديفرنشال استيكنج ده يا جماعه، ده حاجه اسمها تايم ديبندنت، يعني حضرتك كل ما لحقته بدري كل ما قدرت تفك بدري، لان كل ما الوقت ما بيعدي حضرتك انت خد بالك انت لما بتيجي نقيس الفلتريت بقول لك كام، بقول لك مثلا وليكن 3 سنتي ولا وليكن 8 سنتي لكل 30 ثانيه، يعني معنى كده كل 30 ثانيه سوري اسف كل 30 دقيقه، يعني معنى كده كل 30 دقيقه في 8 سنتي من الفلويد ده هيخشوا في الفورميشن. ف يعني لما تيجي تحسبها على مدار اليوم يعني 30 دقيقه في 8 يعني بتحكي في 16 في الساعه، اضرب 16 في 24 ساعه شوف قد ايه، يعني كميه سوليدز قد ايه ترسبت معاك، يعني ثيك فلتر كيك عامل ازاي. فبالتالي حضرتك كل ما كان انك تاخد الاكشن بتاعك بدري كل ما تقدر تنجز الموضوع ده وتنجده. نقول لو ديفرنشال ستيكنج از تايم ديبندنت معناها as with the time the thick filter cake is produced وبالتالي increasing the contact area between the pipe and the wall. زي ما انت شايف كده بالمنظر ده اهو طول الوقت عمال يخش لك هنا في التريت في التريت في التريت، بعد شويه بدا يخش وهكذا. طبعا ده الفلتر كيك هو اللي بيتكون واحده واحده في الاول، لكن بعد كده بتلاقي الموضوع بقى اصعب منك وبيبقى صعب جدا. طيب بقول لك وبالتالي حضرتك الفاست اكشن از ريكوايرد تو انكريز ذا بوسيبيليتي اوف فرينج ذا سترينج. طيب نقول بقى ايه اهم الكاركترستكس الخاصه بالديفرنشال ستيكنج، يعني امتى اقول ان انا استقيت ديفرنشال يا جماعه. احنا عشان نعرف احنا استقينا ديفرنشال ولا من اي نوع تاني بنقارن بحاجتين اتنين، الروتيشن والسيركوليشن، وهما دول اللي انت بتفقدهم. انت دلوقتي يعني ايه استقيت؟ يعني مش عارف تعمل بروجريس، لا عارف تسيركل يعني لا عارف تعمل روتيشن ولا عارف تعمل مثلا سيركوليشن على سبيل المثال، او تقارن بالاثنين دول، يعني الاثنين دول في الاساس مش عارف اعمل بروجريس، يعني هل يا ترى عارف اسيركل ولا لا، وهل يا ترى عارف احفر ولا لا. خلاص فبنقول اهو في الديفرنشال انا ما بعرفش اعمل روتيشن نهائي ولكن بعمل فول سيركوليشن. خلاص يبقى الكاركترستكس بتاعتك سترينج كان نوت بي موفد ات اول اب اور داون اور روتيشن، لا عارف اطلع ولا عارف انزل ولا عارف اخد روتيشن، لا عارف مش عارف باي وسيله. طيب ايه الحل الثاني اللي هو موشن بيرير تو ستيكنج، يعني مرحله ما بعد الستيكنج قبل الستيكنج ان انا ببقى ستيشنري يعني واقف. خلاص ان انا ببقى واقف يبقى خد بالك انا هنا الحركه مستحيله نهائيا، ما بعرفش اخد الاب ولا داون ولا روتيشن، وفي نفس الوقت بيجي من وضع الثبات. ثالث حاجه ان السيركوليشن بتاعي بيبقى ان ريستريكتد، يعني مش ممنوع، يعني باخد فول سيركوليشن عادي، بعرف اسيركل عادي والامور طبيعيه وما يحصلش معايا تاثير في البريشر ولا اي حاجه. هي المشكله بتيجي فين هنا؟ انا مش عارف اعمل اي روتيشن. يبقى من ضمن الكاركترستكس او الخواص بتاعه الديفرنشال ستيكنج يبقى نو روتيشن او نو موف يعني بشكل عام اب او داون او روتيشن. تاني حاجه ما بيبقاش في بيبقى في فول سيركوليشن اللي هي بتبقى معايا. طيب ايه هي الاجراءات الاحترازيه؟ حلو اللفظ ده كده بمناسبه ان احنا في موجودين في الكوفيد، يعني ايه هي الاجراءات الاحترازيه اللي اخدها علشان ما يحصليش ديفرنشال ستيكنج؟ ايه هو البريفنتيف اكشن الوقايه بتاعتي؟ طب يعني ايه بريفنتيف؟ يعني انا مثلا متوقع ان انا هستق ديفرنشال في الحته دي، اخد احتياطات ازاي؟ بالظبط كده. فيجي يقول لك بقى في عندك نوعين، في نوع جنرال وفي نوع في المض، يعني انا مثلا هاخد حاجات معينه في البير وهاخد حاجه خاصه قوي بالمض هركز على حاجات فيها. ناخد اول حاجه اللي هي الجنرال. يقول لك في الجنرال ايه؟ جود ويل بلاننج. جود ويل بلاننج ديتكت الستاك زون، اللي هو باختصار شديد كده انت قبل ما تعمل بلاننج للبير بتيجي قاري تاريخ الابار اللي فاتت مثلا، بتشوف انت الاوفست ويلز اللي حواليك، بتشوف الدنيا ايه، الناس استقت عند دبس كام، كان ايه السبب، عملوا ايه، الكلام ده كلاته، وتاخدها معاك في الاعتبار في الابستراكت او في الاستاد اللي انت بتاخدها بحيث ان انت تتفاداها هنا وتبقى واخد احتياطاتك وتحطها في الريكومنديشن بتاعك. انا والله مثلا استقيت في المنطقه الفلانيه وعملنا كذا، فانت حط الكيميكال الفلاني على اللوكيشن، او مثلا لو حصل معاك المواد الفلاني احسب حساباتك ويبقى الجار مثلا موجود وكوكد مثلا ولا غيره عشان نضرب على طول، يعني تاخد انت اجراءاتك كلها. خلاص طبعا من ضمن برضو الاجراءات بتاعتك ايه؟ ان انت التريننج، تريننج اللي هو ايه، هولد ميتنج وذ اول كرو اون ذا ريج سايت تو بي اوير وذ ذا كوزز اوف كيكس. يعني ايه تريننج يا جماعه؟ يعني باختصار شديد يا جماعه دلوقتي انا بمرن الناس، بقول للحفار مثلا على سبيل المثال خد بالك انا مش عايز الوقت بتاع الكونكشن يزيد مثلا عن 5 دقائق باي حال،
فيبقى ايه اول ما يجي في الاخر خالص عند الاوف دريل كده مثلا، في الاخر خالص دريلنج اوف اللي هو بيوصل في الاخر لحد ما يفتح الدراعات بتاعه اللينج تيلت ديت بتاعه التوب درايف، خلاص هيبدا ياخد الدريل اوف بتاعه في الاخر خالص حته صغيره. لازم ساعتها بقى ابقى مجهز نفسي عشان الكونكشن يبقى قليل، يبقى بسرعه الاقي حد ركب الدريك فوق، والدريك ما مثلا راكب الدريك فوق بحيث انه يجمع لي الماسوره على طول، والناس والفلور مان الموجود يبقى جاهز بالرفنك بتاعه، والتاني ده جاهز، يعني كل الامور تبقى متاحه ان انا في وانس ان انا خلصت ووقفت كده حطيت المواسير على السليبس اللي هي عملت مثلا بوزيشن الدريل سترينج ولا حاجه، يبقى اوتوماتيك بسرعه اعمل الكونكشن بتاعي. ده من ضمن التريننج. كمان اقول للحفار خد بالك لو نتش معاك وانت او ما تيجي مثلا تبدا تحفر من تاني، او تبدا تحفر من تاني، ابدا واحده واحده كده بالراحه، انت بتشغل البامب عشان بتبقى الطفله بارده في وضع الجل، فعشان تكسر الجل ده وتبدا تتحرك واحده واحده عشان ما تستقش معاك او ما يحصلش معاك مشكله. دي نقطه تانية اقول له مثلا في التريننج ده، خد بالك مثلا من موضوع السيركوليشن البامب بريشر، راقبه كويس عشان لا قدر الله لو خدت مثلا حاجه فيه فابقى متابع، لان انا طبعا زي ما قلت لك البريشر ده انا باخده اوف بوتوم كده كده، بسجل البريشر اوف بوتوم في كل مره بحيث ان انا ابقى عارف لا قدر الله لو البريشر وقع لحقت مثلا حصل وش اوت ولا حصلت مشكله، طب لو زاد يبقى برضو ايه اخد في اعتبار اللي هو التريننج بشكل عام اللي باخده، بحيث ان انا يبقى كل واحد عارف ايه اللي ممكن يحصل لا قدر الله ونتصرف بسرعه ازاي. اللي هو برضو من ضمن التريننج انا دلوقتي مثلا هعمل 80% من الميك اب ترك، انا بقى واخد مثلا التركات بتاعتي متظبطه كلها وانا بجمع، طيب هاخد بعد كده لما جه لا قدر الله لو قررت نوصل للسيناريو ان انا اعمل بلايند باك اوف هاخد 80% مثلا من التورك، فابقى حاسب بالظبط 80% كام واترك عليها كلها واشوف خدت كام لفه بشكل عام، واعمل كل شويه تورك ترانسفير تورك ترانسفير تورك ترانسفير لحد ما توصل للنقطه اللي هي فيها الاستاك، وابقى عارف هي النقطه فين، وبعد كده اجي راجع باللفات دي مره تانية بس اقل لفه، مثلا سي لو هي بتلف مثلا 8 لفات عشان اوصل للتورك ده، فانا بنزل اقل لفه مثلا منهم ولا حاجه، بحيث ان انا ببدا بعد كده بقى واحده واحده كده بزود لفه واستنى شويه وازود لفه تاني بحيث اقدر احل من عند النقطه المعينه اللي هي ايه اللي هي بنسميها البلايند باك اوف اللي هي فوق البي اتش اي بالظبط. طبعا كل ده محتاج ايه، محتاج تدريب تريننج للناس على الكلام ده كله خد بالك. طيب ديزاين البي اتش اي فور مينيموم وول كونتاكت، انا دلوقتي يا جماعه البي اتش اي بتاعي لازم عشان لا قدر الله لو استقيت اقلل الاريا بقدر المستطاع، فبالتالي استخدم لها ايه سبايرال كولر خلاص سبايرال كولر. ديزاين وذ ذا مينيمم تراجكتوري اند مينيمم دوج ليج اند مينيمم تورتيوزيتي، ليه الكلام ده يا جماعه؟ لان بالظبط يا جماعه الفكره في بتيجي في ايه، انا دلوقتي لو عملت انكلايند مثلا البير بتاعي انكلايند، طيب ايه المشكله؟ انا عندي البريشر دايما يا جماعه بيبقى حاجه اسمها ترو فيرتيكال ديبس اللي بتحكمني، ترو لما اجي اي احكم في اي بريشر بيبقى معايا الترو فيرتيكال ديبس هو اللي بيأثر عليا، بقول له البريشر بتساوي 0.052 مالتبلايد باي المد ويت مالتبلايد باي الترو فيرتيكال ديبس. طيب ما هو في الانكلينيشن ده ممكن يبقى ازاي يبقى انا الميجر ديبس ده مثلا عالي وفي نفس الوقت الايه الزاويه الترو فيرتيكال ديبس بتاعي ده لما جيت احسبه انا دخلت مثلا في طبقه ديبليتد خد بالك انت، والطبقه ديت مثلا انا ما كنتش عامل حسابي على ان انا اخف البريشر اللي فوق ولا اعمل اي حاجه من الكلام ده، الاقي نفسي حصلت لي مشكله معايا في النقطه دي، وانا لازم بقدر المستطاع اقلل التراجكتوري بتاعي والمينيمم دوج ليج والمينيمم تورتيوزيتي بتاعه البي مينيمايز المود اوفر بالانس. يا جماعه برضو احنا قلنا اهو انت عندك الاف الفورس بتساوي دلتا بي في اير، يعني الفورس بتساوي البريشر في الاريا، الدلتا بي ده اللي هو الاوفر بالانس خلاص، والاريا اللي هي الاريا بتاعتك، فانا لو عايز اقلل الفورس بتاع الاستيكنج يبقى انا لازم اقلل الاوفر بالانس واقلل الاريا، فده اللي احنا بنلعب عليه. طيب keep the pipe moving بقدر المستطاع، تحاول تخلي البايب في معظم الاوقات موفينج، حتى في وقت السيرفي ممكن تستاذن الراجل بتاع ال دبليو دي مثلا تقول له ينفع وانت بتاخد سيرفي ينفع الف حتى لو روتيشن بسيط. طب ايه كمان؟ لو انا مثلا بعمل فلو تشيك مثلا قبل ما اطلع ولا اي حاجه اخد روتيشن حتى وليكن 30 ار بي ام 30 مثلا اقل حاجه، لو انا مثلا بعمل حتى سلو بامب ريت والمفروض في السلو بامب ريت ان انا موقف خلاص تماما، بس لا باخدها برده حوالي 30 ار بي ام اللي هي حاجه بسيطه بحيث ان انا اكيب ان انا روتيشن عشان ما استقش لا قدر الله لو انا واقف فول ستيشن خلاص. كيب مينيمم ثين امبيرمبل فلتر كيك، ان انا محتاج دلوقتي يا جماعه ثين امبيرمبل فلتر كيك، يعني مش محتاج نسبه سوليدز عاليه في الطفله، محتاج ان انا اللو جرافت سوليدز مثلا تبقى اقل من 5%، محتاج احط فلويد لوس ريديوسر مثلا فيها كولويدال ماتيريال كتير لكن ما فيهاش مثلا زي مش زي البنتونايت مليانه سوليدز على الفاضي،
لا محتاج مثلا حاجه زي الفلويد لوس، زي البوليسال، زي الستارش، زي الباك مثلا، اقلل نسبه السوليوس بشكل عام. لو احتجت ان ارفع الوزن شويه مثلا احط ملح بحيث يرفع لي الوزن شويه ويقلل لي نسبه السوليوس اللي هستخدمها في الاخر بدل ما احط كل الكميه دي برايد. يعني كل دي حلول عشان اقلل بيها الثيك فلتر كيك. طيب من ضمن بقى الحاجات اللي انا بركز فيها في المض، وده طبعا نوع من تخصص انا كعبد العزيز، يعني قول في حاجات اعملها في المض عشان اقلل الديفرنشال ستيكنج. ايه هي بقى؟ يقول لك اول حاجه خالص مينتين جود هول كليننج ريولوجي، يعني اليلد بوينت بتاعك يكون كويس بحيث ينظف اول باول، ما يتركبش عندك سوليدز كتيره. الجيل سترينث بتاعك ما يبقاش عالي بحيث يخلي لك السوليدز تبقى متركبه عندك، والام بي تي بتاعك ما يبقاش عالي، تحاول باستمرار دايما تخليه قليل بحيث ما يديكش بروجريسيف جيل وبالتالي يعمل لك ثيك فلتر كيك وتعمل لك مشاكل كتير. يبقى مينتين جود هول كليننج ريولوجي. تاني حاجه مينيمايز الانيولار كاتنج لودنج. يا جماعه بالظبط كده، وانا بحفر بريت عالي فبيبقى موجود معايا طفله كبيره، يعني بيبقى معايا كاتنج كتيره، فالكاتنج الكتيره الموجوده في الانيولاس دي ممكن تسبب لك، ما هو برضو ممكن تسبب لك ان انت تزود البريشر بتاعك اللي على الموجود او الديفرنشال، وبالتالي ممكن تستك. هتقول لي ازاي الكلام ده؟ اقول لك يا سيدي، انا دلوقتي في عندي نوعين اتنين من المود ويت اثناء، او في ثلاث انواع اسف، اثناء ما انا في البير. في نوع اسمه اللي هو اللي احنا خلاص واحنا واقفين نهائيا، يعني انت مثلا نظفت البير بتاعك وطالع بول اوت اوف هول عشان تنزل كيسنج، فحضرتك هنا بنسميها ايه؟ الاستاتيك مود ويت، او اللي هو حضرتك في وضع الاستاتيك خالص، اللي هو حضرتك ايه، بتلاقي الوزن بتاعك اللي هو بالظبط مثلا وزنها 8 بي بي جي ولا 8 9 بي بي جي، يبقى هي وزنها 9 بي بي جي خلاص. وفي حاجه بقى اسمها ايه حضرتك، في حاجه اسمها الاستاتيك ايكوفالنت ستاتيك دينستي، ايكوفالنت ستاتيك دينستي، اللي هو ايه بقى؟ انا دلوقتي بحفر مثلا وبعدين جيت اخد كونكشن، ما انا لسه الكاتنج لودد معايا بالكاتنج، سوري اسمها لسه الانيولاس لودد معايا بالكاتنج، فده بيسبب بريشر معايا بيزيد شويه، فبالتالي يبقى انا بقول ايكوفالنت ستاتيك دينستي، يعني في وضع الاستاتيك انا في معايا زياده في الدينستي شويه نتيجه وجود الكاتنج. وهي بقى ايكوفالنت سيركوليتنج دينستي اللي الكل عارفها، ده الاي سي دي اللي انا اثناء ما انا بحفر بيبقى موجود معايا بريشر باقي طالع من الدقاق، اللي هو بقيه اللي طالع من الدقاق اللي هو من البامب بريشر، اللي هو بيبقى مينلي بيركز على البريشر لوس في الانيولاس، ده اللي بيستخدم فيه الايكوفالنت سيركوليتنج دينستي، فبقدر المستطاع مينيمايز الانيولار كاتنج لودنج. طيب كنترول ار او بي نفس الكلام عشان الكاتنج. طيب بنقول اهو انشور لو فلتريت ثين امبيرمبل فلتر كيك، حكينا عن النقطه دي من شويه. يوز لوبريسيتي ايجنت، لوبريسيتي ايجنت زي اللوبريكانت والبلاستيك بيدز والحاجات دي. طب هتقول لي ليه الكلام ده؟ اقول لك يا سيدي، انت لا قدر الله لو استقيت تبقى عايز حاجه تزحلقك، عايز لوبريكانت، حاجه تسهل معاك في الاول. فلو انا اصلا حاطط مثلا 3% ولا حاجه من وزن الطفله فوليوم باي فوليوم مثلا لوبريكانت، فهيسهل معاك ايه كتير جدا. طيب مينيمايز اقل من 5% باي فوليوم من اللو جرافيتي سوليدز زي ما حكينا عليها من شويه عشان نسبه الفلتر ما تبقاش عاليه. يوز بروبر بريدجنج ايجنت، ده بقى موضوع مهم قوي 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 قوي، بالذات الناس اللي بتحفر في طبقات زي جلح والصدير وخف في السعوديه بيستخدموه. اللي هو ايه يا جماعه؟ انا دلوقتي يا جماعه عندي طبقه زي جلح مثلا والصدير او جلح بالذات، تبقى طبقه دولوميت، اول ما اجي احفرها ببقى مثلا بحفر بوزن 90 بي سي اف، الاقي خدت فلو كيك رهيب كده، فاضطر ارفع الوزن لحد 150. حفرت السكشن الجميل ده وجاي عدى على طبقه خف اللي تحت، طبقه خف دي ديبليتد زون، فيجي حضرتك هنا بقى في نقطه، يا ترى انزل واحط كيسنج فوق وبعدين انزل احفر الحته الصغيره دي بوزن اقل مثلا 90 ولا حاجه، وبعد كده انزل اكمل تاني بوزن عالي، يعني في حته ديبليتد كده في النص، او حته مثلا زي رتاوي في البحر في الاوفشور مثلا في منطقه زولف ومرجان والحتت دي كلها مثلا نفس الكلام، فهي ديبليتد زون. انا اعمل انا ايه ساعتها بقى؟ اعمل حاجه اسمها بريدجنج ماتيريال. طب ايه بقى فكره البريدجنج ماتيريال؟ باختصار شديد كده ايه، حاجات كده حبوب كده عامله، يعني هي ماتيريال عامله زي الكور كده بس السايز بتاعها مختلف. يعني ايه؟ يعني بحط في عندك حاجه اسمها ميديوم وفاين والترا فاين، زي بالظبط كده افترض ان انت معاك جبت بطيخ، انا هشبهها لك ازاي؟ انا بحطهم مع بعض كده بحيث ان هم بيعملوا سيل للبور ثروتس اللي موجوده في الفلويد هنا كده، وبالتالي حضرتك بيعزل البور بريشر اللي هنا عن الهيدروستاتيك بريشر اللي هنا، دي فكرتها. هتقول لي ازاي الكلام ده؟ هقول لك واحده واحده. افترض جدلا 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 معايا كده ان انت عندك حيطه في البيت فيها شروخ، فيها ايه يا فندم؟ فيها شروخ. طب حلو، هتعمل ايه؟ هتيجي اول حاجه خالص شايف مقاس الشرخ ده واسع ولا ضيق، تقول لي مثلا ده واسع، يبقى هحتاج ارقعها الاول، احط مثلا وليكن سلك، مثلا سلك الاول بنسميه سلك قرقوشه كده بتحط مثلا، وبعدين بعد كده بتجيب مثلا حته شويه حصو، الحصو ده اللي هو الكورس،
وتدخله فيه، وبعد كده مثلا بتجيب عليها بقى رمل واسمنت ومش عارف مين وتخلطهم ببعض وتيجي لازقها في بعضها، وبعدين بتحط حاجه اسمها بلاسترنج افكت اللي هو بتدهنها مثلا بمعجون ولا اي حاجه، بترجع لك الحيطه معزوله تماما. هو نفس الكلام ده بنسميه البارتكل سايز ديستريبيوشن. لو انا جبت مثلا، افترض مثلا على سبيل المثال عشان اقول اجيب لك مثال واقعي شويه، لو انت جبت 10 بطاطيخ بطخات سوري اسف 10 بطيخ جنب بعض، 10 حبات بطيخ، وجيت تشوف المسافات البينيه بين كل واحده والتانيه لو انت لازقهم في بعض هتلاقي فيه فروق. خلاص الفروق دي لو انت جبت شويه طماطم ورميتهم في فيهم هتلاقي المسافه دي قلت شويه. طب حطيت على الطماطم دي شويه عنب هتلاقي قلت وقلت. طب حطيت على العنب دي مثلا شويه رز ولا عدس ولا اي حاجه هتلاقي قلت خالص نهائيا، تكاد تكون نهائيا. هو ده اللي بالظبط اللي احنا بنعمله يا جماعه. انا دلوقتي عندي الهول بتاعتي فيها برمابيليتي، البرمابيليتي ديت بقدر معين، فانا محتاج ان انا اقفل الزون دي بحيث ان انا اعزل البور بريشر عن الهيدروستاتيك بريشر. خلاص فعشان اعزلهم من بعض بعمل حاجه اسمها بارتيكل سايز ديستريبيوشن، بارتيكل سايز ديستريبيوشن او ما يعرف بالبي اس دي. ايه بقى البارتيكل سايز ديستريبيوشن ده؟ ان انا بختار مثلا، اشوف هنا بالظبط بقول لك مثلا على سبيل المثال ادي عندي هنا مثلا بقول هنا وليكن اللون الازرق ده، اللون الازرق ده مثلا بقول لك ده على الكيرف بتاعي مثلا على حاجه اسمها زي السوفت وير مثلا زي اوبتي بريدج ولا اي حاجه من الحاجات دي، بيعملوا ايه؟ بقول لك مثلا والله البرمابيليتي بتاعتي عند الطبقه الفلانيه مثلا وليكن بالقيمه دي اللي بتمثل القيمه دي، خلاص القيمه بتاعتها دي. فاجي انا عامل ايه؟ بقول لك ايه بقى؟ طب انا عايز اسدها، هقول لك هجيب شويه خشن وليكن مثلا 20 باوند مثلا ماربل ميديوم مثلا سي او باراكارب، و20 باوند مثلا ولا 50 باوند مش عارف اعلى شويه مثلا فاين والترا فاين وكده، واخلطهم ببعض واحطهم على الطفله بتاعتي بحيث لما يجي يخشوا تلاقي بقى ايه التخينه تخش الاول ترشق جوه تعزل لي، وبعدين الاقل شويه منها تخش فوقيها والاقل فوقيها ثم اقل حاجه خالص موجوده فوق، وبعدين يبقى انت بالتالي كده عزلت تماما المنطقه اللي هي في بيرما واللي عملك فاتحه لك الدنيا شوارع تحت دي، خلاص يبقى انت عزلتها وبالتالي حضرتك ما تستقش. يبقى احنا استخدام البروبر بريدجنج ماتيريال دي من الحاجات اللي بتقيق مشكله الديفرنشال استيكنج. خلاص كده يا جماعه. طيب هنكتفي النهارده بهذا القدر عن الديفرنشال استيكنج، وان شاء الله نكمل بكره في المحاضره الثانيه من الديفرنشال استيكنج.